تفاعلا مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية، تعلق الأمر بالدراجات بدون مقعد المصطلح عليها بالتروتينات. تتجه الأمانة العامة للحكومة إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون 52/05 المتعلق بمدونات السير على الطرقات بشأن المركبات. التفاصيل في الروبورتاج كوتر أبو تير، عدنان الهراس وحنان شمرح. دأب أمين على التنقل من مقر سكناه إلى حيث يعمل بواسطة دراجة بمحرك وبدون مقعد، خطوة اتخذها قبل سنة لاختزال الوقت الضائع بسبب الازدحام وخفض مصاريف البنزين. هي اقتصادية أول حاجة، وكتنفع بزاف، كتنفع على حسب أنا خدمتي فيها لي ديبلاسمون، نقدر نديبلاصيها معايا، نديها معايا فين ما مشيت. كتحيد عليك بزاف ديال لي شارج بحال دابا الموتور ولا هادي، كاينين دي شارج لا في الموتور لا طوموبيل لا اي مويان ترونسبور. حسب ما يصرح به امين، ميزات عديده توفرها مركبه التنقل الشخصي بمحرك، وهو ما يؤكده حسن الذي صفى سيارته بالمرآب وفضل التنقل بواسطه الدراجه الكهربائيه بمقعد. انا عندي طوموبيل وكنتحرك بها وصل المدينه تقريبا، كتجيني سهله وكنقضي بها الاغراض ديالي، ما كتكون الطريق عامره وهذا كنسبيك انا كنشارجيها كتجا بالضو، كنستعملها ما بين دابا السله المدينه، كنقضي الاغراض ديالي بسهوله، ما كنلقاش مشكل فيها. الاقبال على اقتناء وصياغه الدراجات الكهربائيه بنوعيها حتى مع السلطات الوصيه على القطاع اعاده النظر في القوانين المتعلقه بمدونه السير على الطرقات بشان المركبات. كالاساس القانوني غائب الى حدود ساعه، هذا ما دفعنا الى زعما صياغه هذا مشروع القانون، مشروع المرسوم عفوا، وذلك من خلال ادراج اولا التعريف بهذا المفهوم الجديد، وقد اعطي له تسميه قانونيه تحت اسم مركبه التنقل الشخصي بمحرك. تعريفان جديدان تمت إضافتهما للمرسوم، يتعلق الأول بمركبة التنقل الشخصي بمحرك التي جرى تحديدها في كل دراجة بمحرك وبدون مقعد مصممة لنقل شخص واحد. تتوفر هذه المركبة على أداة توجيه ومزودة بمحرك غير حرارية، وتتراوح سرعتها ما بين 6 و25 كيلومترا في الساعة. أما الصنف الثاني فيتعلق بدراجة بدوس مساعد، وهي كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي تقل قوته أو تساوي 250 واط. تمين هذا الطرح ديال هذا المشروع هذا والتقنين ديال هذه العمليه، بالنظر لانه يعني الاستعمال ديال التروتينات واحد الواقع اللي المفروض اننا نتعاملوا معه، يعني ما بقاش ممكن انه لا ممنوع لا كذا، فالاصل هو انه فعلا نقنوها، وبالنظر كذلك لانه يعني باش هاد المستعملين اللي هذه المركبات هذو يعني يستعملوا الفضاء الطرقي بشكل امن، لانه لا يعقل انه يدخل مستعمل الفضاء الطرقي ما كيعرفش مثلا اولويه اليمين، ما كيعرفش مثلا الاشاره الطرقيه. بعد أن كانت المادة في الصيغة السابقة لا تشمل هذه الأنواع من الدراجات، أصبحت تنص على أن كل دراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك يجب أن تكون مجهزة بضوء خلفي، بالإضافة إلى تثبيت الأضواء المشيرة للاتجاه على دعامة قابلة للفصل.